طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. محافظ شبوة يطلع المراجع الدينية على آخر مستجدات القتال في شبوة. هندسة العمالقة الجنوبية تنتزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة الحوثية في مديريات بيحان. الشيخ الجابري يقول بأن حضرموت تحتاج للجميع، والهبة الحضرمية مستمرة لانتزاع حقوقها، وخطوات التصعيد ستكون أكبر في الفترة المقبلة. ورشة عمل بالمكلا لمعرفة الاحتياج المجتمعي في الجانب السياسي والاقتصادي.